عليك ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تبين نشوف عليكم في جديد في القناة. معكم عبد الرحمن أو عبد الرحمن إكس 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 جيمر. قبل ما نبدأ شوف اسم الأسطورة، مكتوب الأسطورة عبد الرحمن إكس 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 جيمر. استاذ صح؟ اليوم مقطع يا شباب عن شيء حلو بقول لكم. قصتي في السعودية عام 2020. طبعا رحت في شهر يناير، طبعا اول دولة سافرت فيه اليمن، قعدت شهرين ومدري ثلاثة. اوكي سوينا شكلي. اوكي ما نسولف عن اليمن، نسولف عن السعودية. 2020 في قناتي القديمة دومينو كيم نزلت فيديو عن قصة اللي بقت في السعودية سنة 2019. الحين 2020 بوم بوم بوم. طبعا سافرت السعودية، قعدنا ثلاثة أيام، ثلاثة أو أربعة أيام. أنا وعدي بس، إحنا أنا وأبوي وأمي إخواتي إخواني بس. قعدنا ثلاث أربعة أيام بس. رحنا السعودية مجلس الملك فهد. كان حلو الرحلة. طبعا صليت انا في المسجد. طبعا صليت في المسجد. اقوى شنو سويت؟ كان رحلة مرة رهيبة. فهذا اليوم شنو سويت يعني؟ رحنا اول شي ظهران مول، احلكم يعرفونه، نجمع كبير. لقين رحنا دور، قعد مشينا ساعتين كل مكان في المجمع. والله اني كسرت رجلي. عقب شنو سويت؟ اوكي عقب رحت، عقب رحت يا شباب بعد ساعتين رحنا حجزنا الفندق في سبب وحيد، سبب بسيط خلانا قاعد زياده وقت زياده فوق وقت زياده يعني شنو هو؟ راح لقينا مطاعم وسباركي دايم بوي كذا، لو ما في كان نطلب السياره. اوكي كان في مطعم ماك، كنتاكي، جسميز. يب جسميز بس في البحرين والسعودية. شو سوينا؟ كلت مطعم كنتاكي، قعد كلت أبوي وأمي وأخواتي. هم بس أكلوا مطعم كودو، مو موجود في البحرين، موجود في السعودية بس. عقب شو سوينا يعني؟ عقب اللي صار كان حلو. اوكي رحنا سباركي، خلاص اكلي كان مرة حلو. رحنا مكان، درنا مكان اماكن كثيرة. رحت اكبر شي في اللعبة، سعرها تقريبا 100 ريال، 100 أو 50 ريال. اوكي يجينا اول صديق من باكستان الله يحفظه اسمه ابراهيم والثاني بلال. شو سوينا؟ كنت اتكلم انجليزي، لكن مو بس يتكلم، مو بس يعرف انجليزي وباكستاني، بعد يعرف، بعد انه هو يعرف يتكلم عربي، يعرف يتكلم لغة عربية. تكلمت عربي، قلت له كان في لعبة الخطوط وانا كلها تسوي كذي. كان حلو المرة، والله اللعبة حلوة اقسم بالله، جربوها وبتكون ديم. عقب شو سويت؟ عقب لما خلصنا اول واحد طلع، اول شي صديقي اصدقائي من الباكستان عقبانا. طبعا قعدت انا قعدت كم ساعة بس ساعة. أقول لك شو صار. رحنا الفندق، لكن الفندق بعيد 70 مليون متر. طبعا كان حلو الطريق، كان في فنادق وكذي. دقيقة عشان ما يخرب عليكم. كذي صار حلو. اوكي حجز لنا فندق. نمنا قمنا في اليوم الثاني. كنت ألعب تلفوني القديم. شنو سوينا يعني؟ كان حلو.
الحلو اليوم هو شو سوينا في اليوم الثاني؟ جلنا كثير كل يوم إلى الليل. فجأة رحنا جزيرة حلوة قدام الفندق. بسم الله رب الكعبة الرحيم. طبعا في أسواق، بس طبعا في دربي كافي موجود في البحرين، موجود في السعودية، موجود في كل مكان في العرب، للعرب يعني، مو بس في العرب، عند الخليج بعد يعني، حتى في الخليج. عقبة رحنا بس ما أكلت شيء، في ألعاب رهيبة، جبت فقاعات كنت أسوي هواء ويغرد فقاعات كذي. عقبة راح رجعنا ندور كل مكان. فجأة شو صار؟ رحنا مارينا مول، طبعا كلها مسكرة إلا مطعم هيرفي، للأسف كله ما أكلوا إلا أنا، طبعا ما أكلت هيرفي. لا شنو سويت؟ أقوم بتقول لك، أقوم بتقولون أنت يا غبي، أنت ليش ما طلبت مطعم هيرفي؟ بس الهيرفي بس في دولتين، السعودية وقطر. أقول لعي معلي أقول شو سويت يعني؟ قعدنا في ال أقول شو سوينا؟ أول شي كان مسكر، بس في مطعم هير، بس المحلات الوحيدة مفتوحة بس مطعم هيرفي ومسجد، مسجد عشان إيه مسجد مفتوح 24 ساعة، يسكر المسجد لما في الوقت اللي يسكر فيه الجمعة. أوكي أقول شو سويت يعني؟ صليت صلاة الظهر، سمعت قدام المكان، سمعت صوت جنون. قسم الأول عاد يطلعه، قسم الله رب الكعبة. فشلني يا أبوي، أسوأ شي صار في اليوم الأول ما أبي أقول لكم. لا ما أب، لا تقول يا عبد الرحمن. أوكي خلاص خلاص ما بقولها، قسم الله. أوكي خلاص، موقف مرة بيض بس ما بقول لكم، أقول لكم ممكن في أي وقت يعني، لو قد سيء أسوأ شي صار لي يعني، ممكن فيديو جاي يعني. أوكي خلاص معنا. أبا شو سوينا؟ كنت ألعب ألعاب دون نت، كان النت بس في الفندق، شبكنا النت حق الفندق، كان النت مرة حلو. طبعا أنا قلت أني أنا ساكن في مدينة رفع. هل أنت لقيت بندريتا؟ لا أتحد واصح. أوكي خلاص. درنا للليل. فجأة عقب رحنا مارينا مول، كان في أمطار، قاعد يطق مطر بس ما كان في رعد، بس أمطار، كان برد قوي جدا. رحنا مارينا مول، كليت مطعم كنتاكي نفس الشيء، لعبنا لعبة رهيبة، جبنا نظارات حق 3D، تعرفون أحمر، منك أحمر منك أزرق، أو ممكن عكس يعني. اكتبوا لي في الكومنت إذا معكوسة ولا مثل اللي أنا قلتها. يلا اكتبوا لي. عقبة كان رهيب، الصاروخ قطارات كذي مرعبة والله، جربتها أنا وأخوي بس. أوكي كان في ألعاب مرة رهيبة جربتها. أوكي والله كان أحسن لو رحت عند اليوم اللاعبين. أوكي طبعا أوكي شو أسوي؟ معلش. وفي اليوم الثالث رحنا الفندق ونمنا، وفي اليوم الثالث قمنا رحنا المجمع، مجمع كذي محلات كذي، بس محلات، طبعا في مطعم شوية، كلت
في مطعم شوي، كلت مطعم جابوا لك شيبس ولون كاتشب، يعني كاتشب 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 كاتشب. اوكي شيبس عليه كاتشب، اكلتها انا كلها طبعا حلو طعمه. عقبه شو صار؟ دلنا نكمل كل شيء. عقب رحنا فندق نمنا، وقبل يوم الرابع رجعنا للبحرين. في اليوم الرابع لا 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 في الليل، في اليوم الثالث رحنا مطعم والله رهيب يبيعون لك شاورما ديم، لكن ايش سويت؟ كان حلو، كنت اقول بيض بس طلع في الاصل حلو، والله اقسم بالله انه حلو. والله بطلب من المطعم مره ثانيه لما اسافر السعوديه. طبعا انا في سنه 2020 صار 7 بسافر لسويسرا، لم ارى السعوديه ولم ارى بندريتا. طبعا انا مو مشتركين قناه بندريتا، اكتبوا لي في الكومنتس اذا انتم مشتركين او لا. عقب شباب شو اللي صار؟ اللي صار يا شباب رجعنا البيت، رجعنا والباكر قمنا وجزنا شلنا اغراضنا كلها، رجعنا البحرين، جربنا اغراض، جربنا العابنا، كل حلوه والله، حلوه والله. اوكي ابا نكمل كل شيء الى الحين. اوكي شباب، بزعلكم هذا الفيديو، لا تنسوا تسوون لايك سبسكرايب، مع السلامه، الله معكم.